وحول هذا الموضوع ينضم معنا معلم الخط العربي في الحرم المكي الشريف وإبراهيم العرافي. إبراهيم مرحبا فيك في برنامجنا، ودار القلم للخط العربي الذي تزين باسم ولي العهد، ما هو دور هذا المركز بعدما أصبح عالميا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساءكم بكل خير. أخويا فيصل، أنا يسعدني في هذه اللحظات المباركة في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، في أكون ضيف معكم في برنامج 120، وحقيقة هذه تعتبر بشرة عظيمة جدا، وهي أنا أقدم شكري، شكرا ولي العهد، شكرا أمير الشباب، إلى هذا المركز الذي لطالما انتظرناه يعني من سنوات كثيرة. وهذا المركز حقيقة يخدم جميع الموهوبين، وأيضا اللي عندهم كذلك هوايات في الخط العربي من أبناء البلد، وأيضا الأساتذة الفضلاء الموجودين في المملكة العربية السعودية. فهذا المركز راح يكون رسالة كبيرة يقدمها لكل فنان ومبدع وخطاط في المملكة العربية السعودية وأيضا على المستوى العالمي. نعم إبراهيم، ما هي المسارات التدريبية التي تقوم بها منصة الخط العربي؟ حقيقة أطلقت كذلك وزارة الثقافة مشكورة برئاسة معالي وزير الثقافة الأمير سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان طول عمره، وهذه المنصة حقيقة راح ترعى الكثير من المسارات، وأولها هي مسارات في تعليم أنواع الخط العربي مثل خط الرقعة وخط النسخ وخط الديواني وخط جلي الديواني وأيضا خط الثلث، وكل الخطوط هذه المعروفة لها يعني حقيقة قواعد لكل خط، وأيضا من خلال كتابة الحروف إلى الكلمات إلى الجمل. فهذا الخط يعني لكل خط طبعا قواعده، وأيضا من خلال تدريسي أنا في الحرم المكي الشريف درست هذه الأنواع كلها ولله الحمد، وكانت تعطى لجميع الشباب كمقررات أكاديمية نعطيهم هي، فتعلم الكثير ولله الحمد. والآن المنصة هذه في وزارة الثقافة راح تكون إن شاء الله بنفس الدراسة التي قدمناها سابقا في الحرم المكي الشريف. نعم إبراهيم، يعني تساؤل دائما ما يأتي في الذهن، يعني أكيد أنه أي أحد يتذكر أصدقائه في المدرسة وفي الجامعة يعني يرى أن هناك شخص خطه جيد وشخص خطه سيء. نتكلم هنا الخط، هل الخط يعتبر موهبة حتى يمنحها البعض، أو أنه تدرس ومن يجتهد في مثل هذه المادة يصبح خطه جيد؟ الحقيقة سؤال جيد أخويا فيصل الله يطول عمرك، وحقيقة أنه الخط العربي هو في بدايته لابد أن يكون هناك في استعداد للمتعلم، أولا عين بصرية جيدة حتى يرى الحروف بشكل جيد، وأيضا يعرف كيف يفرق ما بين الخطوط. فإذا كانت لديه عين جيدة أصبح بهما بعد لابد أن تكون هناك عملية أيضا متفقة ما بين الناحية البصرية والناحية التطبيقية العضلية من خلال اليد. فالهواية هي البداية، وبعد كذا تتم تصبح عملية الممارسة وعملية التدريب على قواعد الخط على يد أستاذ، هي ضمن العوامل اللي هي حقيقة تكتمل فيها عملية التعلم للخط العربي. الخط العربي له 5 عوامل لابد أن تكون مكتملة في التعلم، أولها وجود الرغبة، والرغبة هذه نسبية من 1 إلى 100، والحاجة الثانية وجود الوقت اللي الإنسان يتدرب فيه، وأيضا وجود الأدوات، وأيضا وجود المعلم،
وأيضا وجود المراجع. فهذه الخمس عوامل هي مهمة جدا في عملية إكمال تعليم الخط العربي لكل موهوب. لكن هو أستاذ إبراهيم يعتبر فن صح ولا لا؟ أكيد هناك عندنا تحسين الكتابة وفن الخط العربي. تحسين الكتابة هي عملية إيش؟ تحسين الكتابة اليومية في الواجبات المنزلية، في الواجبات اللي هي المدرسية. يعني تقصد أنه ممارسة الكتابة حتى مع القواعد أكيد أنه سوف يحسن خطك. نعم، وأيضا يصبح فيما بعد كذلك إذا انتقل من خط الرقعة على سبيل المثال إلى خط الديواني إلى خط النسخ إلى خط الثلث، فأصبحت هذه عملية دخول في ناحية الاحترافية. وكانوا قديما لا يطلقون على الخطاط خطاط حتى يكتب خط الثلث، فإذا وصل المبدع إلى تعلم خط الثلث وأتقنه فيصبح فيما بعد اسمه خطاطا. طيب أستاذ إبراهيم، بما أنك أيضا معلم، كيف تشوف مخرجات التعليم؟ هل تحتاج إلى إعادة هيكلة بناحية مادة الخط العربي؟ ما في شك حقيقة، أنا حقيقة أقول إنه إن شاء الله خلال هذا العام المبارك بإذن تعالى عام الخط العربي التي تشرف عليه وزارة الثقافة والثقافة مشكورة، حيكون هناك في تنسيق من خلال إن شاء الله استراتيجيات ما بين وزارة الثقافة وأيضا وزارة التعليم في عملية تطوير منهج الخط العربي لدى وزارة التعليم. فحقيقة البداية اللغة العربية لها جناحاً، جناح الخط وجناح القراءة، فلا بد أن يتقوى الطالب في المرحلة الابتدائية فيها هذين الجناحين حتى يصبح للغة قيمة كبيرة جداً عند الطالب. الأستاذ إبراهيم العرافي المعلم الخط العربي في الحرم المكي الشريف، شكراً جزيلاً لك.